ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين في الاجازه. عايزكم تستمتعوا بقى على قد ما تقدروا، علشان ان شاء الله من اولى ثانوي السيستم بتاعنا بيختلف تماما، طريقه المذاكره بتختلف. الناس اللي خايفه من اولى ثانوي وخايفه من النظام الجديد وتابلت ومش تابلت، الكلام ده يا جماعه ما يخوفش. الكلام ده بالنسبه لبعض الناس، وعايزه يبقى بالنسبة لكم كلكم ميزة مش عيب، لأن احنا كل اللي جاي إن شاء الله مش هيعتمد على الحفظ خالص. احنا كل اللي عايزينه نبقى فاهمين المنهج. وعلى فكرة الكلام ده هيمشي على مواد علمي ومواد أدبي. القصة كلها هتتلخص في إنك تكون فاهم. انت هتخش الامتحان بالكتاب، يعني مش محتاج تكون حافظ ولا كلمة، انا محتاجك بس فاهم. فانت كده كده هتخش الامتحان ان شاء الله معاك الكتاب او معاك ورقة مفاهيم، المهم ان انت هيبقى معاك سورس للانفورميشن اللي هتحتاجها بدل ما تكون حافظها. المشكلة عندي او الفكرة اللي عندي انك لازم تكون فاهم كويس جدا المنهج بتاعك علشان تعرف تحل. طيب انا عامل لكم الفيديو ده النهاردة ليه؟ احنا في الكيمستري ان شاء الله في اولى ثانوي في شوية حاجات هنحتاجها من إعدادي، بعض الطلبة منكم بيكونوا مش عارفينها أو ناسينها أو مش فاهمينها كويس، فده اللي إحنا إن شاء الله هنقوله النهاردة، تبقى عارفه كده قبل ما نبدأ مثلا السنة الدراسية بأسبوع أو حاجة، عشان لما تخش على منهج أولى ثانوي تبقى جاهز وفاهم الحاجات القديمة اللي إنت هتحتاجها في أولى ثانوي إن شاء الله. طيب زي إيه اللي إحنا هنحتاجه ده؟ زي ان اكون عارف يعني ايه اتوم. انت عندك ربنا خلق الاليمنتس كلها اللي موجوده في البيريودك تيبل، لو تفتكروا اللي هم 118 اليمنت، اللي هم اي حاجه في الدنيا متكونه منهم. انت عندك مسمار متكون او معمول من الحديد اللي هو ايرن، طب ما الايرن ده اليمنت. طب انت عندك سلك الكهرباء معمول من كابر، طب ما الكابر ده اليمنت. يبقى انا عندي حاجة اسمها elements. طب الاليمنت الواحد ده متكون من ايه؟ يعني انا سلك الكهرباء ده لو عملت عليه زوم ان اللي هو متكون من الكابر، هلاقيه متكون من حاجة اسمها اتومز. كابر اتومز جنب بعض مرصوصين، فكونوا لي السلك اللي متكون من كابر. يبقى انا اصغر حاجة عندي في الاليمنت اللي هي الاتوم، او الاليمنت بيحصل له كومبوزيشن او بيتكون من اتومز. يبقى الاتومز دي هي simplest particle of element that can exist، هي اصغر حاجة من الاليمنت. يعني لو انا عايز اقسم سلك الكبر عندي ده لاصغر جزء ما ينفعش اقسمه اصغر من كده، يبقى انا هقسمه الاتومز. طيب الاتوم cannot be divided or broken under normal conditions، يعني ما يجيش حد يقول لي انا همسك الاتوم دي اكسرها نصين، لا مش هتعرف. في النورمال كونديشنز الاتوم ما تعرفش تكسرها او تقسمها، الاتوم بتتكسر بس في حاجه اسمها نيوكليير رياكشن، وده هناخده ان شاء الله اخر سنه اولى ثانوي ومش هنحتاجه دلوقتي. دلوقتي اللي عايزك تعرفه ان في النورمال كونديشنز الاتوم انا ما اعرفش اكسرها. طب تعالوا نشوف الاتوم دي متكونه من ايه. نرسم كده كروكي على جنب وبعدين نبقى نشوف الكلام اللي مكتوب. طيب اي اتوم في الدنيا ربنا خلقها متكونه من نيوكليس. طب هي النيوكليس دي كانها كده ساك او حاجه بتحتوي على حاجات اصغر منها. النيوكليس دي جواها ايه؟ جواها بروتونز وجواها نيوترونز. يبقى انا عندي بارتكلز صغيره اسمها بروتونز وبارتكلز صغيره اسمها نيوترونز، على بعض بيكونوا لي النيوكليس بتاعه الاتوم. طب البروتونز دي ليها تشارج ولا ملهاش؟ يعني ايه تشارج؟ شحنه، زي كده ما البطاريه فيها ناحيه بوزيتيف وناحيه نيجاتيف. طب البروتونز دي الشحنه بتاعتها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ البروتونز بتكون بوزيتيفلي تشارجد. يبقى دايما النيوكليس جواها بروتونز ونيوترونز، البروتونز بتكون بوزيتيفلي تشارجد.
طب النيوترونز بتكون التشارج بتاعتها ايه؟ النيوترونز ملهاش تشارج، يعني لا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف، يعني التشارج بتاعتها بايه؟ زيرو. اقدر اقول عليها بوزيتيف؟ لا. اقدر اقول عليها نيجاتيف؟ لا. التشارج بتاعتها زيرو تشارج، يبقى النيوترونز ملهاش تشارج. طب انا عايز اكتب سيمبل يعرفني ان هي ملهاش تشارج. هو انا لو قلت لك بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 ايكوال كام؟ ايكوال زيرو، لان البوزيتيف راح مع النيجاتيف. يبقى انا لما اكتب لك بوزيتيف تحتيها نيجاتيف ده معناه ان التوتال تشارج بزيرو. يبقى دايما النيوترونز لما نحب نعمل لها سيمبل نكتب كده جنب الان بوزيتيف نيجاتيف، يعني البوزيتيف اللي فيها قد النيجاتيف اللي فيها فكنسلوا بعض فبقى التوتال تشارج بايه؟ بزيرو. طب دي كده الكومبوزيشن بتاع النيوكليس. هي دي الاتوم ولا ده جزء من الاتوم؟ ده جزء من الاتوم. طب ايه الجزء الثاني؟ حوالين النيوكليس دي في انرجي ليفلز بيلف فيها ايه؟ الكترونز. طب الالكترونز دي ليها تشارج ولا ملهاش؟ ليها. طيب بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الالكترونز دايما بتكون نيجاتيف تشارج. الالكترون دايما بتكون ايه؟ نيجاتيف تشارج. واي اتوم ربنا خلقها بيكون عدد البروتونز اللي فيها بيساوي عدد الالكترونز، يعني دايما البوزيتيف بروتونز بتساوي النيجاتيف الكترونز، يعني عدد البوزيتيف بيكون قد عدد ايه؟ النيجاتيف. يعني التوتال تشارج بكام؟ بزيرو. يعني لو بصيت على الاتوم ككل كده هلاقي ان التوتال تشارج بتاعها بايه؟ بزيرو. ليه؟ عشان عدد البوزيتيف بروتونز بيساوي عدد النيجاتيف الكترونز. طب لو سالتك عن نيوكليس لوحدها هي بوزيتيفلي تشارجد ولا نيجاتيفلي تشارجد ولا نيوترال؟ لا هي بوزيتيفلي تشارجد، لان ده بزيرو وده بوزيتيف يبقى التوتال بوزيتيف. طب الالكترونز لوحدها او الانرجي ليفلز لوحدها نيجاتيفلي تشارجد لان هي كونتينز الكترونز بس اللي هي نيجاتيف. طب الاتوم ككل التشارج بتاعتها ايه؟ قلنا عدد البوزيتيف بتاع البروتونز قد عدد النيجاتيف بتاع الالكترونز، يبقى التوتال تشارج بتاع الاتوم بزيرو. طب الانرجي ليفلز دي ايه؟ هما كام؟ اكبر اتوم ربنا خلقها في الدنيا عندها 7 انرجي ليفلز اللي هما كي ال ام ان او بي كيو. هما كلهم فيهم الكترونز على حسب الاتوم بتاعتك فيها كام الكترون. والله كل انرجي ليفل من دول ليه ماكسيمم كاباسيتي اوف الكترونز يقدر يشيله. لو عدد الالكترونز زاد عن الماكسيمم كاباسيتي يبدا الالكترونز الزياده تروح في الانرجي ليفل اللي بعده، يعني كده اخره يشيل 2 الكترونز. طب لو انا عندي اتوم زي الهيدروجين فيها كام الكترون؟ 1. طب طالما فيها 1 الكترون يبقى فيها كام بروتون؟ 1، لان احنا اتفقنا ان عدد البروتونز قد الالكترون. طب الواحد الكترون اللي عند الهيدروجين ده يروح في انهي انرجي ليفل من دول؟ الاولاني. ماشي، يبقى دي النيوكليس فيها 1 بروتون ودي اول انرجي ليفل في 1 الكترون. طب جيت لك عند اتوم زي الهيليوم عندها 2 بروتونز و2 الكترونز، يبقى انا عندي النيوكليس فيها 2 بروتونز بوزيتيف وعندي اول انرجي ليفل في 2 الكترون. طب جيت لك على حاجة زي مثلا إليمنت اسمه ليثيوم، ده عنده 3 بروتونز و 3 إلكترونز، أحط ال 3 إلكترونز هنا ينفع ولا ما ينفعش؟ إحنا قلنا الماكسيمم كاباسيتي هنا كام؟ 2، يبقى هنا ما يشيلش أكتر من 2. طب ما الليثيوم عنده 3 إلكترونز، التالت يروح فين؟
ابدا افتح الانرجي ليفل اللي بعديه واحط الواحد اللي فاضل لي. يبقى انا كده بدل الاتوم بتاعتي بالالكترونز بترتيب الكاباسيتي بتاع الانرجي ليفل. طب الماكسيمم بتاع اول واحد كام؟ 2. طب ال تاني انرجي ليفل الماكسيمم بتاعه كام؟ 8. طب التالت 18. في ترتيبه تانية هتاخدوها ان شاء الله في تانية ثانوي، مش وقتها، بس بالنسبه للسنه دي ده اللي احنا هنحتاجه. يبقى احنا قلنا الاتوم متكونه من ايه؟ consists of ايه؟ قلنا نيوكليس والكترونز. عند النيوكليس اهي في النص وبيلف حواليها الالكترونز في انرجي ليفلز. طب النيوكليس دي متكونه من ايه؟ قلنا positively charged protons ونيوترال. نيوترونز يعني ايه نيوترال؟ يعني ملهاش تشارج، زيرو تشارج. يبقى النيوكليس بتاعتي فيها نيوترونز ايه؟ زيرو تشارج، وفيها بروتونز بوزيتيفلي تشارجد. يبقى التوتال تشارج بتاع النيوكليس بتاعتي هيكون بوزيتيف زي البروتونز، لان النيوترونز مش محسوبه لانها بزيرو. وقلنا حوالين النيوكليس دي بيلف الكترونز اللي هي التشارج بتاعها ماله؟ نيجاتيف. بتلف حوالين النيوكليس ايه؟ براحتها ولا في انرجي ليفلز؟ في انرجي ليفلز حكمها، وكل انرجي ليفل ليه ماكسيمم كاباسيتي اوف الكترونز. وقلنا النمبر اوف بروتونز بيساوي النمبر اوف الكترونز، يعني عدد البوزيتيف تشارج بيساوي عدد النيجاتيف تشارج. يبقى التوتال تشارج بتاع الاتوم ايه؟ ها؟ يبقى التوتال تشارج بتاع الاتوم نيوترال. طيب هي الاتوم دي مش بتعمل كيميكال رياكشن؟ يعني انا مش انا عندي حاجه مثلا اسمها صوديوم كلورايد اللي هو ال NaCl، يعني اتوم اوف صوديوم مسكت في اتوم اوف ايه؟ كلورايد. طيب هو ازاي الكيميكال رياكشن بيحصل، او ازاي اتنين اتومز بيمسكوا في بعض؟ نبص بقى على الاوتر موست انرجي ليفل. يعني انا عندي حاجه زي الصوديوم، الاتوميك نمبر بتاعه 11، وبالمناسبه كلمه اتوميك نمبر يعني عدد البروتونز بتاع الاتوم اللي هو بيساوي عدد ايه؟ الالكترونز. طيب الصوديوم ب 11 يعني عنده 11 بروتون وعنده 11 الكترون. طب ال 11 الكترونز دول هيتوزعوا ازاي في الانرجي ليفلز؟ احنا قلنا اول انرجي ليفل بيشيل 2، يتبقى كم ال 11؟ 9. طب تاني انرجي ليفل بيشيل كام؟ 8، يتبقى كم ال 11؟ 1. يقوم داخل في تالت انرجي ليفل. خدها بقى كده ايه رول، لو الاوتر موست انرجي ليفل فيه اقل من 4 الكترونز، يبقى لما يجي يعمل كيميكال رياكشن هيعمل لوز للاوتر موست الكترونز دي. يعني الصوديوم ده لما يجي يمسك في اتوم تانية عشان يعملوا لي مولكيول او كومباوند هيعمل لوز ولا جن للالكترونز؟ لوز. طب هو قبل ما يعمل لوز للالكترون كان عنده 11 بروتون و11 الكترون، يعني قد بعض، يعني التوتال بتاع البوزيتيف قد التوتال بتاع النيجاتيف، فالتوتال تشارج بايه؟ بزيرو. طب نفس الصوديوم لما يعمل لوز للالكترون هو عمل لوز لالكترون وبروتون ولا الكترون بس؟ عمل لوز لالكترون بس، وعدد البروتونز ثابت زي ما هو. يعني البروتونز بتاعته بقوا كام؟ 11، ما اتغيروش. طب الالكترونز اللي كانوا 11 ومشيت واحد عشان امسك في اتوم تانية بقوا كام؟ بقوا 10. يعني عدد البوزيتيف اكتر من عدد النيجاتيف بقد ايه؟ بواحد. يعني البوزيتيف كسبانه بواحد. يعني الصوديوم ما عادش زيرو تشارج، ما عادش نيوترال، ده لما عمل لوز لالكترون بقى بوزيتيفلي تشارجد. بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 1، لانه ساب الكترون واحد
فعدد النيجاتيف قل عن عدد البوزيتيف بواحد. ساعتها اقول عليه صوديوم اتوم؟ لا، الاتوم بتاعتي اول ما تعمل لوز او جين لالكترون ما يبقاش اسمها اتوم، هنا يبقى اسمها ايون. بوزيتيف ايون ولا نيجاتيف ايون؟ بوزيتيف ايون. ليه؟ لانها خسرت من النيجاتيف بتاعها، خسرت كام؟ واحد، يبقى دي بوزيتيف 1. يعني الصوديوم بتاعي عمل لوز ل 1 الكترون، فبقى عدد البروتونز اكتر من عدد الالكترونز بواحد، فاخد بوزيتيف تشارج، هو اكتر بواحد بس، فبقى بوزيتيف 1. يبقى دي اسمها ايون مش اتوم. يبقى الاتوم لما بتخش في كيميكال رياكشن وتعمل لوز او جين ما بيبقاش اسمها اتوم خلاص، بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها ايون، بوزيتيف ايون او نيجاتيف ايون. طب البوزيتيف ايون دي لما لوز الكترون، تفتكروا النيجاتيف ايون دي لما ايه اللي يحصل؟ لما يحصل جين لالكترون. ازاي؟ طيب لو انا قلت لك اتوم زي الكلوراين، الكلوراين دي الاتوميك نمبر بتاعها بكام؟ ب 17. احنا قلنا يعني ايه اتوميك نمبر؟ يعني عدد البروتونز، اللي هو بيساوي ايه؟ عدد الالكترونز. يعني ادي الكلوراين اتوم فيها 17 بروتون، وكم الكترون يا ترى؟ ها 17. هيتقسموا ازاي؟ 2 8. ينفع ازود هنا اخليهم 9 او 10؟ لا، ده الماكسيمم كاباسيتي بتاعته كام؟ 8. يبقى انا مالي 10 من كام؟ من 17، فاضل لي 7، يخشوا في ثالث ايه؟ انرجي ليفل. دي كده اسمها ايه؟ كلوراين. كلوراين ايه؟ اتوم ولا ايون؟ هي عملت لوز او جن؟ لا لسه. يبقى دي كده اسمها كلوراين اتوم. طب الاوتر موست انرجي ليفل في كام الكترون؟ 7. طب يا ترى ال 7 دي اكتر من الفور ولا اقل من الفور؟ اكتر. يعني هعمل لوز ولا جين؟ هعمل جين. جين لايه؟ لواحد الكترون. ليه؟ عشان اخليه 8. اشمعنى؟ عشان يبقى ستيبل. طب هجيب الواحد الكترون ده منين؟ من الاتوم اللي عملت لوز. فاكرين الصوديوم عمل لوز لكام؟ لواحد الكترون. هيرميه في الشارع؟ لا، الكلوراين هتاخده عشان تخلي 7 8. طب الكلوراين قبل ما تعمل الجين ده كان عندها 17 بروتون بوزيتيف و17 الكترون نيجاتيف، فعدد البوزيتيف قد عدد النيجاتيف، فالتوتال تشارج بتاعها بزيرو. بعد ما هعمل الجين للالكترون، هو عدد البروتونز اتغير ولا زي ما هو؟ ها زي ما هو، انا عملت جين للالكترون بس، يعني عدد البروتونز 17 زي ما هو. طب عدد الالكترونز لما عملت جين للالكترون بقى كام؟ بقى 18. يعني عدد النيجاتيف زاد عن عدد البوزيتيف. بقى ليها تشارج ولا لا؟ ليها. بوزيتيف ولا نيجاتيف يا ترى؟ نيجاتيف. طب ساعتها اسميها اتوم ولا دي عملت جين فاسمها بقى ايون؟ لا، دي عملت جين وبقت ايون. نوع الايون ايه؟ نيجاتيف، لان عدد النيجاتيف الكترونز زاد عن عدد البوزيتيف بروتونز. يعني انا عندي ال N ايه؟ عملت لوز ل 1 الكترون فبقت بوزيتيف ايون. عندي CL عملت جين ل 1 الكترون بقت نيجاتيف ايون. يعني الالكترون بتاع الصوديوم راح للالكترون بتاع الكلوراين وبقت دي بوزيتيف ودي نيجاتيف. هو اي بوزيتيف ونيجاتيف يعملوا ايه؟ اتراكشن ولا ريبالشن؟ اي اوبوزيت تشارجز تعمل لبعض اتراكشن. يقوم الصوديوم والكلوراين عاملين لبعض اتراكشن وماسكين في بعض، وكونوا لي مولكيول اسمه صوديوم كلورايد، اللي هو الملح اللي بنحطه على الاكل. يبقى انا عندي ايون مسكت في ايون، كونت لي كومباوند لما دي عملت لوز ولما دي عملت جين. يبقى احنا اتفقنا لما الاتوم بتعمل لوز او جين لوان الكترون اور مور، هي هتعمل لوز او جين امتى؟ لما تيجي تعمل كيميكال رياكشن. يبقى during the chemical reaction it becomes an ايه؟ ايون.
يبقى الاتوم بتتحول لايون لما تيجي تدخل في كيميكال رياكشن وتلوز الكترون او اكتر. طيب لو الاوتر موست انرجي ليفل بتاع الاتوم فيه اكتر مور ذان 4 الكترونز يبقى الاتوم هتعمل ايه؟ جين لالكترون. هتعمل جين لالكترون ليه؟ عشان تبقى ستيبل، عشان الاوتر موست انرجي ليفل يبقى مليان. في الحالة دي ساعتها بيبقى اسمها اتوم ولا ايون؟ خلاص هي عملت الجين ايون. طب انا عملت جين لبوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لنيجاتيف، يعني النيجاتيف عندي زاد فيبقى اسمها نيجاتيف ايون. والعكس بقى لو الاوتر موست انرجي ليفل في اقل من 4 الكترونز، في الحاله دي بعمل لوز ولا جين؟ لوز، والاتوم تتحول لايه؟ ايون. عملت لوز لنيجاتيف يبقى البوزيتيف عندي زد ويبقى اسمها بوزيتيف ايون. هنتكلم بقى على حاجه مهمه قوي دلوقتي اسمها فيلنس. يعني ايه فيلنس؟ طب قبل ما نقعد نقرا الدش ده كله تعالوا كده ايه نلخصه. دلوقتي حضرتك عندك اتوم هتدخل في كيميكال رياكشن وهتعمل لوز او جين لالكترون. عدد الالكترونز اللي حصل له لوز او عدد الالكترون اللي حصل له جين ده بنسميه الفالنس بتاع الاليمنت بتاعي. يعني انا عندي الصوديوم الاتوميك نمبر بتاعه 11، يعني عنده 11 بروتونز و11 الكترونز، قلنا تقسيمتها 2 8 1. هنا في اقل من 4 يعني هلوز، مش هعمل جين، هلوز كام الكترون؟ 1 الكترون. يبقى الصوديوم الفالنس بتاعه 1. ايه الواحد ده؟ عدد الالكترونز اللي عمل له لوز. طيب عندي مثلا المغنيسيوم الاتوميك نمبر بتاعه 12، وعشان ما تتخضوش الاتوميك نمبرز ما بتتحفظش، لما باجي اسالك بديك الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت بتاعي. طيب يبقى انا محتاج بس ابقى فاهم كونفيجريشن، عنده كام بروتون؟ احنا قلنا اتوميك نمبر اللي هو عدد البروتونز يبقى 12. عنده كام الكترون؟ قلنا عدد الالكترونز بيساوي عدد البروتونز، يعني 2 8 2. اقل من 4 ولا اكتر من 4؟ اقل. هيعمل لوز ولا جين؟ لوز. لوز لكام الكترون؟ للاثنين دول. يبقى المغنيسيوم ده الفالنس بتاعه كام؟ 2. يعني الصوديوم الفالنس بتاعه 1 بيتكتب فوق على اليمين، المغنيسيوم الفالنس بتاعه 2. طب هما ال1 او ال2 دول حصل لهم لوز ولا جين؟ لوز. يعني الاتوم بتاعتي اتحولت لبوزيتيف ايون ولا نيجاتيف ايون؟ البوزيتيف بقى اكتر من النيجاتيف فبقت بوزيتيف ايون. حصل خير فبقت بوزيتيف ايون. يبقى اقول الصوديوم ده بوزيتيف 1 والمغنيسيوم لاز 2 الكترونز فبقى بوزيتيف 2. ده اسمه فالنس. يبقى الفالنس هو النمبر اوف الكترونز لوست اور جيند باي ذا اتوم ديورينج ذا ايه؟ كيميكال رياكشن. اللي بعديه الاتوم بتتحول لايه؟ بوزيتيف ايون او نيجاتيف ايون. يبقى كلمة فالنس يعني عدد الالكترونز اللي عملت له لوز او جين during the chemical reaction. يبقى اتفقنا الفالنس هو ايه؟ the number of electrons the atom loses او gain during ايه؟ the ايه؟ chemical reaction. طيب لو الاتوم عملت لوز لالكترونز من الاوتر موست انرجي ليفل، يعني النيجاتيف الكترونز قلت، يعني بوزيتيف بروتونز بقى عددها اكتر من نيجاتيف الكترونز، ساعتها يبقى اسمها ايه؟ ها؟ بوزيتيف ايون. طب لو الاتوم عملت جين، يبقى الاتوم عملت لوز لاثنين الكترونز يبقى الفالنس بتاعها 2، عملت لوز لثلاثه الكترونز يبقى الفالنس بتاعها 3، عملت لوز لاربعه الكترونز يبقى الفالنس بتاعها 4. طب عملت جين لواحد يبقى الفالنس بتاعها 1، عملت جين لاثنين يبقى الفالنس 2، وهكذا. طب انا هديك ساين تعرفك انت عملت لوز ولا جين، اللي هي البوزيتيف ساين والنيجاتيف ساين. يعني اكس عملت لوز لثلاثه الكترون،
يبقى الاكس دي الفالنس بتاعها كام؟ 3. عملت لوز للالكترونز يعني البروتونز زادت تبقى بوزيتيف 3. طب الواي عملت جين للالكترونز، جين لكام؟ 2 الكترونز. طيب يبقى الواي الفالنس بتاعها 2، عملت جين لالكترون يعني عدد النيجاتيف تشارج بتاع الالكترونز زاد عن عدد البوزيتيف تشارج بتاع البروتونز فتبقى نيجاتيف 2. يعني اكس عندها 3 الكترونز عايزه تسيبهم، وواي عندها مكان فاضي لاتنين الكترونز عايزه تعمل لهم جين. طب عايزين اكس وواي دول يمسكوا في بعض، حطيت انا اكس وواي في مكان واحد في تيست تيوب واحده هيعملوا رياكشن ويمسكوا في بعض. كام من اكس يمسك مع كام من واي؟ يعني كام اتوم من دي يمسك مع كام اتوم من دي عشان يعملوا لي مولكيول اسمه اكس واي؟ الاكس عايزه تلوز كام؟ 3. الواي عايزه تعمل جين لكام؟ 2. يروح الكترون هنا في المكان ده والكترون في المكان ده، الواي دي تمام ولا لسه عايزه؟ لا دي بقت تمام، ما هي محتاجة 2 بس. طب الاكس عايزة تسيب كام الكترون؟ 3. ما عرفتش تطلع الواي غير 2، فاضل لها واحد عايزة تسيبه. يبقى الاكس دي ستيبل ولا لسه؟ لسه. تبقى ستيبل امتى؟ لما تمشي لي الالكترون ده. نقوم جايبين اتوم تانية من الواي. عندها كم مكان فاضي عايزة تملي؟ 2. يقوم الالكترون ده طاير من الاكس رايح للواي، فالاكس كمان بقت ستيبل، بس الواي دي ايه؟ لسه عايزه تعمل جين لانذر الكترون. نقوم جايبين اكس، نصبر بقى مع بعض شويه ما نزهقش. يقوم الالكترون ده رايح هنا، الواي بقت تمام، فاضل لي 2 الكترونز عند الاكس، يعني الاكس لسه مش ستيبل. اقوم جايب كام واي؟ واحده كمان. الالكترون ده يروح هنا وده يروح هنا، بقت دي ستيبل ودي كمان ستيبل. يبقى عشان اعمل مولكيول كل الاتومز اللي فيه تكون ستيبل هحتاج 2 من اكس مع 3 من الواي. يتكتب ازاي المولكيول ده؟ ما انا عندي اكس مسكت في واي، هقول المولكيول ده اسمه اكس واي، ولا المولكيول ده على بعضه كده احتاج 2 اتومز من الاكس و3 من الواي؟ يبقى اسمه اكس 2 واي ايه؟ 3. يعني احتجت 3 اتومز من الواي يمسكوا مع 2 اتومز من الاكس عشان ده كله كده على بعضه يبقى ستيبل، ما يكونش فيه اتومز لا محتاجه تعمل لوز ولا محتاجه تعمل جين. يبقى ده كده طريقه تركيب المولكيول. وهو انا اي مولكيول هيجي لي عشان اعمله هقعد اعمل القصه المنيله دي؟ لا يا باشا، من الاول خالص قايل لك الاكس بكام؟ ببوزيتيف 3. والواي بكام؟ بنيجاتيف 2. ما تقعدش بقى تعمل لي الكلام ده بس عشان يفهمك تبقى عارف هي جت منين. حضرتك بمنتهى البساطه تقوم جايب لي الفالنس بتاع الواي، جايب منه عدد اتومز من الاكس، وفالنس الاكس جايب منه عدد اتومز من الواي. يعني من غير الليله دي كلها تاخد ال2 تحطها عند الاكس وتاخد ال3 تحطها عند الواي. يبقى ده الستيبل فورم بتاعك عشان تكون مولكيول. هنتكلم بقى على حاجه اسمها اتوميك جروب او راديكال. احنا كلمه راديكال دي لو خدناها بالعربي كده يعني بارت او شق. يعني الاتوميك جروب او الراديكال ده ما ينفعش يكون موجود لوحده، طالما هو بارت لازم يكون ماسك فيه بارت تاني. طب الاتوميك جروب او الراديكال ده عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الاتومز ماسكين في بعض بس هما انستيبل. ما هي مجموعه الاتومز دي لو ماسكه في بعضها وستيبل يبقى اسمه كومباوند، لكن طالما اسمه اتوميك جروب او راديكال يعني هما انستيبل. يعني ايه انستيبل؟ يعني كل الاتومز دي كده وهي ماسكه في بعضها سوا عايزين يا يعملوا لوز لالكترونز يا جين
لإلكترونز. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو قلت عندي كربون دايوكسيد والكربون دايوكسيد ده ستيبل ولا ان ستيبل؟ تعال نشوف. الكربون ماسك في الاكسجين، الاكسجين ب نيجاتيف 2 والكربون ب بوزيتيف 4. طبعا قبل ما بنعكس بنعمل سمبليفاي، الاثنين ينفع نعملهم ديفايدد باي 2. ديفايدد باي 2 هنا يبقى 1 وهنا يبقى 2. جبت السمبلست فورم في الراشيو، ابدا اعكس فيبقى جبت سي مع 2O كده. لا حد عايز يعمل لوز لإلكترون ولا حد عايز يعمل جين لإلكترون، يبقى ده هسميه موليكيول او كومباوند. طب السي او 2 ده لو عايز ازود عليه اوهايه يبقى سي او 3. طب ما السي بتبقى ستيبل ب 2O بس، يبقى في اوهايه ثالثه معاهم. طب الاوهايه الثالثه دي عايزه كام الكترون؟ عايزه 2 الكترونز، ما الاو بنيجاتيف 2. يبقى السي او 3 دي كده كلها على بعضها بنيجاتيف 2 بتاعه الاوهايه الثالثه اللي دخلت عليهم. يعني ده كله محتاج 2 الكترونز عشان يبقى ستيبل، يبقى ده كله بقى ان ستيبل وبقى اسمه راديكال او اتوميك جروب. اكزامبل تاني مثلا زي الامونيا، الامونيا NH3، يعني نيتروجين ماسك في 3 هيدروجين، النيتروجين لنيجاتيف 3 والهيدروجين لبوزيتيف 1. لما نيجي نعكس يبقى جيب N واحده مع 3 اتشات، يبقى ده كده ستيبل ولا ان ستيبل؟ ستيبل. لحد عايز يعمل لوز لالكترون زياده ولا حد عايز يعمل جين لالكترون زياده؟ طب لو جيت اتكلمت عن الامونيوم اللي هي NH4، يبقى انا عندي ال NH3 زودت له اتشايه. طب الاتشايه اللي زودتها دي بكام؟ ببوزيتيف 1، يبقى ال NH4 كله ببوزيتيف 1، يعني عايز ايه؟ يلوز 1 الكترون. افهم من كده ان الراديكالز دي بتكون ستيبل ولا ان ستيبل؟ ان ستيبل. ليه؟ عايزه تعمل لوز او جين لالكترونز، يبقى ينفع الاقيها لوحدها ولا لازم تكون ماسكه في حاجه؟ لازم تكون ماسكه في حاجه علشان تبقى ستيبل. نتكلم على الكيميكال ايكويشنز شويه يا جماعه بعد اذنكم. الكيميكال ايكويشنز او الكيميكال رياكشنز ابتداء من اولى ثانوي هي بتتفهم ما بتتحفظش، غير اعدادي. اعدادي حضرتك كان عندك في المنهج كله 3 4 ايكويشنز في الكتاب ما بيطلعش منهم الامتحان. احنا في ثانوي الايكويشنز اللي بتيجي في الامتحان مش شرط تكون هي اللي في المنهج، ممكن يجي لك في الامتحان ايكويشن اول مره تشوفها. فاحنا بنتعلم طريقه حل الايكويشن كانها مساله ماث مش كانها حاجه بتتحفظ. طيب انواع الايكويشنز ايه اللي ممكن نقابلها في اولى ثانوي حتى في ثالثه ثانوي كمان؟ نفس الكلام، بتكون يا اديشن يا سبستيتيوشن. يعني ايه اديشن ايكويشن؟ يعني بحط 2 اليمنتس على بعض يطلع لي كومباوند. زي ايه؟ زي مثلا المغنيسيوم، الايكويشن اللي انتوا حافظينها مش حافظين غيرها اصلا، حطيتها على اكسجين. هو انا ليه كتبت O2؟ لان الاكسجين ده داي اتوميك موليكيول، زيه مثلا زي الهيدروجين H2، زي الكلوراين Cl2. فانا حطيت مغنيسيوم على اكسجين وعملنا هيتنج عشان ما تزعلوش، تزعلوا انتوا على الايكويشن دي من غير المثلث. يديني ايه؟ مغنيسيوم اوكسايد. طب المغنيسيوم اوكسايد ده يتكتب ازاي؟ اجي على جنب واقول والله المغنيسيوم الفالنس بتاعه، شرحنا الفالنس بوزيتيف 2 والاكسجين بنيجاتيف 2، نعمل سمبليفاي الاثنين تروح مع الاثنين، يبقى انا هجيب واحد من الاكسجين مقابل واحد من المغنيسيوم فتبقى ام جي او. اي حد يكتب اي حاجه تانيه غلط، مفيش حاجه اسمها ام جي او 2 ام جي 2 او. حضرتك الارقام اللي تحت اللي بتعرفك عدد الاتومز جوه الموليكيول
دي مرتبطة بالفيلنز، ما ينفعش تتغير. فاللي هيطلع لي هنا هيكون ايه؟ مغنيسيوم اوكسيد اللي هو MgO، وهنا واحد وهنا واحد بناء على الفيلنس بتاعي. طبعا الواحد ما بيتكتبش كده. انا كتبت الايكويشن بتاعتي، ناقص لي خطوه اللي هي البالانسنج اوف ايكويشن. ما هي كلمه ايكويشن جايه من كلمه ايكوال، يعني لازم عدد الاتومز اللي داخل في الرياكتنتس يكون قد عدد الاتومز اللي خارج في البرودكت. طب انا هنا الام جي دخل منه كام؟ واحد. خرج كام ام جي؟ واحد. طب الاكسجين دخل كام اتوم؟ مش كام موليكيول، كام اتوم؟ 2 اتومز اوف اكسجين، خرجوا واحده بس. اقوم جاي وحاطط هنا 2 عشان يبقى زي ما دخل زي ما خرج؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ عشان قلنا الارقام اللي بتتحط تحت دي مرتبطه بالفيلنس. طب ازاي اخلي الاكسجين يخرج 2 زي ما دخل 2؟ طب ما تجيب لي 2 من المغنيسيوم اوكسايد كله از يونت، يبقى انا عندي 2 مغنيسيوم و2 اكسجين، يبقى الاكسجين بقى 2 خارج زي ما هو 2 داخل. بس المغنيسيوم بقى كام هو اخر؟ 2، يبقى لازم اظبطه هنا كمان واخليه 2. نوضحها شويه. انا عندي مغنيسيوماية وموليكيول جواه 2 اكسجين، طلع لي موليكيول اسمه مغنيسيوم اوكسايد. طب ما انا هنا في 2 اكسجين، ادي واحده وادي الثانيه، وهنا في ايه؟ اكسجينيه واحده. ما ينفعش العب في ستراكشر الموليكيول ده، لكن ممكن اجيب 2 موليكيول. فبقى عندي هنا 2 اكسجين اهم، وهنا 2 اكسجين اهم، وادي 2 مغنيسيوم، يبقى محتاج من دول برضو ان هم يبقوا 2، يبقى اجيب كمان مغنيسيوم موليكيول، يبقى 2 مغنيسيوم موليكيولز مع 1 موليكيول من الاكسجين يديني 2 موليكيولز من المغنيسيوم اوكسايد. لو عايزين نفسرها اكتر شويه، الهيت اللي هنا دي اللي انتوا كنتوا بتنسوها، هي بتخش تكسر البوند اللي ما بين الاكسجينتين دول، وكل اكسجينايه تمسك في واحده مغنيسيوم ويديني 2 مغنيسيوم اوكسايد. نوع تاني من الرياكشنز اللي هو السبستيتيوشن رياكشن. يعني ايه سبستيتيوشن رياكشن؟ هتشيل الكلام ده؟ هتشيله. يعني ايه سبستيتيوشن رياكشن؟ سبستيتيوشن رياكشن جايه من كلمه سبستيتيوت. يعني ايه سبستيتيوت؟ يعني هبدل. زي كده ما بتيجي تلعب فيفا وتعمل سبستيتيوشن، تطلع لعيب وتدخل لعيب مكانه. طب السبستيتيوشن عندي كام نوع؟ نوعين، سيمبل ودبل. خلينا نتكلم على السيمبل الاول. سيمبل يعني سبستيتيوشن بسيط، هيحصل مره واحده بس ما بين اليمنت واليمنت تاني في السولت بتاعه او في الكومباوند بتاعه. زي ايه؟ لو انا جبت مثلا الكلوراين حطيته على صوديوم برومايد، هلاقي ان الكلوراين مور اكتف زان البروماين. لو انتوا تفتكروا في الاكتيفيتي اللي اخدتوها في اعدادي، كان في عندي حاجات مور اليمنتس مور اكتف زان اذر اليمنتس، فالكلوراين هيقدر يريبليس البروماين ويعمل له سبستيتيوشن ويخش مكانه. طيب يعني الصوديوم يطلع يمسك في مين؟ في الكلوراين بدل البروماين. ناس كتير هتقوم واخدها زي ما هي كده ويقول لك يبقى ان سي ال 2. ما هي سي ال هنا ب 2 اديها هنا ب 2، الكلام ده صح ولا غلط؟ احنا قلنا قبل ما بنكتب اي حاجه هنا بنيجي على جنب ونشوف الفيلنس. انا عندي الان ايه بوزيتيف 1 والسي ال بنيجاتيف 1، يبقى واحد يمسك مع واحد يبقى اسمه ان اي سي ال. ماليش دعوه بالتو دي خلاص، ما هو الكلوراين ما بقاش لوحده، ده مسك على الصوديوم، وبناء على الفيلنس بتاعهم هم ما يعرفوش يمسكوا غير واحد مع واحد.
طب مين اللي اتطرد؟ البروماين. اسمه بي ار ولا بي ار 2؟ البروماين ده من الداي اتوميك مولكيولز، يبقى بي ار 2. فاضل لي ايه كده اظبط بيه الايكويشن بتاعتي؟ البالانس، اللي هو عباره عن ايه؟ عدد الاتومز اللي داخله قد عدد الاتومز اللي خارجه. طب انا عندي هنا كلوراين دخل منه كام؟ 2، لازم يطلع منه كام؟ 2 برضو. احط 2 هنا؟ لا، عشان ايه؟ الفالنس. يبقى اجيب من ده كله 2. طب الصوديوم بقى كام؟ بقى 2 منه برضو، مع الاتنين دي هتخش على الصوديوم وعلى الكلوراين. يبقى لازم اخلي الصوديوم هنا ب2. احط 2 هنا؟ لا، ليه؟ عشان الفالنس. يبقى في 2 هتتحط هنا، بقى في 2 على الصوديوم و2 على البروماين. طب ما البروماين خرج ب2، تبقى اتظبطت. يبقى احنا كده قلنا حاجه اسمها سيمبل سبستيتيوشن، ان انا عندي ايليمنت هيريبليس ايليمنت تاني في المولكيول بتاعه. طب دبل سبستيتيوشن يعني ايه؟ دبل سبستيتيوشن يعني انا عندي 2 ايليمنتس هيبدلوا مش ايليمنت واحد. زي مثلا لو جبت اسيد وبيز، وبالمناسبه الاسيد اللي هو اي كومباوند بيبدا بهيدروجن، والبيز اللي هو اي كومباوند بيخلص بهيدروكسيد جروب اللي هي الاو اتش. عندي اسيد اسمه سلفوريك اسيد، طالما قلت اخر الكلمه اسيد يعني عندي اتش. طب سلفوريك اسيد يعني ايه؟ يعني الاسيد بتاع السلفيت جروب. هي ايه السلفيت جروب دي؟ اللي هي الاس او 4. هو ده كومباوند ولا اتوميك جروب؟ اتوميك جروب. ينفع على ايه وحده ولا بيمسك في حاجه؟ لا، بيمسك في حاجه، اللي هي مين؟ الاتش. طب السلفيت ده كله الفالنس بتاعه بكام؟ بنيجاتيف 2 والاتش بوزيتيف 1. لما اجي اكتبه يبقى الاثنين دي تيجي هنا والواحد تيجي هنا، فيبقى اسمه H2SO4. يبقى السلفوريك اسيد ده اللي هو H2SO4، هيمسك مع بيز اللي هو صوديوم هيدروكسيد. هيدروكسيد يعني هو H جروب وبنيجاتيف 1. يبقوا احفظوا الفالنس بتاع الجروبس. صوديوم هيدروكسيد يعني ماسك مع صوديوم بوزيتيف 1، يعني واحد مع واحد، يبقى اسمه NaOH. دايما نلاحظ ان اي كومباوند في الدنيا متكون من 2 راديكالز او نصين، نص بيكون بوزيتيف ونص بيكون نيجاتيف. هنا نص بوزيتيف ونص نيجاتيف. طب السبستيتيوشن هنا هيحصل ازاي؟ كل بوزيتيف هيمسك مع النيجاتيف اللي في الكومباوند التاني. يعني انا عندي الاتش بوزيتيف والسلفيت نيجاتيف، الان اي بوزيتيف والاو اتش نيجاتيف، يقوم الاتش رايح ماسك مع الاو اتش لان بوزيتيف مع نيجاتيف، والان ايه تروح ماسكه مع الاس او 4 عشان بوزيتيف مع نيجاتيف. ولما تيجي تكتب الكومباوندز اللي طالعه لك جديد في البرودكتس عندك، الكومباوند الجديد البوزيتيف بيتكتب قبل النيجاتيف. يعني الان ايه مع الاس او 4 ما ينفعش تقول لي اس او 4 ان ايه، لا، لازم البوزيتيف يتكتب الاول. يعني ان ايه SO4. هي كده مكتوبة صح ولا غلط؟ أعرف لما أجي أعرف كده بتاعي وأقول إن الـ NA بـ positive 1 والـ SO4 بـ negative 2، نعكس الفالنس عشان نكتب الكومباوند بطريقة صح، يبقى اسمه NA2SO4. طب الـ H هتروح تمسك مع الـ OH. هو يعني إيه HOH؟ H ماسكة مع OH يعني H2 واحدة O يعني H2O يعني water. يبقى أسيد وبيز اداني سولت ووتر وعملنا الدبل سبستيتيوشن. خلصت ولا ما خلصتش؟ فاضل لها البالانس، عدد الأتومز اللي داخل في الرياكتنتس قد عدد الأتومز اللي خارج في البرودكتس. الـ NA هنا دخلت كام؟ 1. خرجت كام؟ 2. على طول نحط هنا الـ 2 بتاعتنا. طيب بقى عندي 2 من الـ OH و2 من الـ H، يعني 2 من الـ Water. يعني الـ H تبقى داخلة 2 و2 4،
وخارجه 2 تايمز 2 4، والاو داخله 2 وخارجه 2، الان ايه دخلت 2 اهي وخرجت 2 اهي، الاس او 4 دخلت واحده وخرجت واحده، يبقى انا كده بالانسد. طيب اكسرسايز كده ايه سريع يفهمنا اكتر اللي احنا شرحناه او نطبقه في شكل اسئله، وان شاء الله مع الفيديو هنلاقي البي دي اف ده نازل عشان اللي عايز يقرا الكلام تاني بطريقه منظمه شويه كمبيوترايزد، واللي عايز يحل الاكسرسايز تاني. طيب تعالوا بقى نكتب الكيميكال فورمولا بتاعه الحاجات دي. اول حاجه عندي الصوديوم هيدروكسيد، احنا اتفقنا على الستبس بتاعتنا، صوديوم ان اي هيدروكسيد جروب او اتش. تاني حاجه الفالنس، الصوديوم بوزيتيف 1 الهيدروكسيد نيجاتيف 1، نعكس واحد مع واحد تبقى ان اي او اتش. صوديوم باي كربونات، احنا قلنا الكربونات سي او 3، اي جروب تلاقي قبليه كلمه باي تحط لي اتش. الكربونات سي او 3 نيجاتيف 2 دخلت عليها الاتش تنقص دي واحد على طول، يبقى النيجاتيف 2 تبقى نيجاتيف 1. صوديوم ان اي ببوزيتيف 1 ال1 نعكس يبقى واحد من ده مع واحد من ده تبقى ان اي اتش سي او 3. صوديوم سلفيت، الصوديوم ان اي بوزيتيف 1 السلفيت جروب اس او 4 بنيجاتيف 2 نعكس الاثنين هنا والواحد هنا تبقى ان اي 2 اس او 4. كوبر نايتريت، الكوبر سي يو، ناخد بالنا لازم نبقى عارفين السيمبلز بالفالنس بتاعها. النايتريت جروب ان او 3، هو مش هيخرج يعني ان شاء الله السنه الجايه مش هيخرج عليكم من السيمبلز دي. الكوبر ببوزيتيف 2 النايتريت بنيجاتيف 1 نعكس، يبقى الكوبر تاخد الواحد بتاع النايتريت والنايتريت تاخد الاثنين. لو كتبت بالمنظر ده يعني التو دي على الاكسجين، هي التو دي رايحه للاكسجين ولا للنيتريت كلها؟ رايحه للنيتريت كلها، فما ننساش نحطهم في براكتس. مغنيزيوم اوكسايد، الام جي بوزيتيف 2 الاو نيجاتيف 2 سمبليفاي 2 تروح مع ال2 يبقى مغنيزيوم اوكسايد. نيتريك اسيد، قلنا كلمه اسيد لما بشوفها يعني في اتش، نيتريك اسيد يعني الاسيد بتاع النيتريت جروب، النيتريت جروب اللي هي الNO3، الاتش بوزيتيف 1 النيتريت بنيجاتيف 1 واحد واحد تبقى HNO3. سلفيريك اسيد، كلمه اسيد يعني اتش والاتش بوزيتيف 1، سلفيريك يعني الاسيد بتاع السلفيت، يبقى انا عندي SO4 بنيجاتيف 2، الاثنين تيجي هنا والواحد هنا تبقى H2SO4. يبقى ما ننساش بجيب عدد من الاتومز يساوي الفالنس بتاع اللي قدام. كالسيوم هيدروكسيد، كالسيوم CA الفالنس بتاعه بوزيتيف 2 الهيدروكسيد OH بنيجاتيف 1، يبقى CA هجيب منها واحد والOH كلها هجيب منها 2، تبقى سي اي والاو اتش كلها يعني براكتس هجيب منها 2. كالسيوم باي كربونات، قلنا باي يعني اتش والكربونات اللي هو سي او 3 كله بنيجاتيف 1 والكالسيوم بوزيتيف 2، يبقى السي اي يروح لها واحد والباي كربونات كلها تاخد الاثنين. كالسيوم سلفيت، الكالسيوم بوزيتيف 2 السلفيت نيجاتيف 2 الاثنين تروح مع الاثنين يبقى سي اي اس او 4. ما ننساش لو الفالنس ممكن اعمل له سمبليفاي يبقى نعمل له سمبليفاي قبل ما نعكس. ايرن 2 اوكسايد، الايرن من الاليمنتس اللي ممكن يكون ليها كذا فالنس، ودي مش قصتنا دلوقتي، بس طالما قلت لك ايرن ووراها تو اللي مكتوبه باللاتين دي معناها ان ده الايرن اللي الفالنس بتاعه 2، يعني هو بيغششك بيقول لك ده ايرن اللي الفالنس بتاعه 2.
اوكسايد يعني ماسك في اكسجين بنيجاتيف 2، ال 2 تروح مع ال 2 تبقى اف اي او. طب لو كان قال لي ايرون 3 اوكسايد كنت هقول له الايرون ابو فالنس 3 والاكسجين بنيجاتيف 2 ونعكس تبقى اف اي 2 او 3. يبقى ده اسمه ايرون 2 اوكسايد وده اسمه ايرون 3 اوكسايد. طب هي ال 2 مش مكتوبه هنا ليه؟ لانها حصل لها سمبليفاي في الفالنس. بوتاسيوم كلورايد، البوتاسيوم كي وما ننساش بوزيتيف 1، الكلوراين سي ال نيجاتيف 1، يعني هجيب 1 مع 1. كوبر سلفيت، الكوبر سي يو بوزيتيف 2، السلفيت جروب اللي هي الاس او 4 نيجاتيف 2. ما ننساش نعمل ايه قبل ما نعكس؟ سمبليفاي، ال 2 تروح مع ال 2 فيبقى سي يو اس او 4 ومش محتاج احط براكت لان كده كده هي واي 1. الومنيوم اوكسايد، الالومنيوم من الحاجات المميزه قوي لان الفالنس بتاعه بوزيتيف 3، اوكسايد اللي هو الاكسجين بنيجاتيف 2 نعكس خلاص، اصلا 3 و 2 ما ينفعش نعمل لها سمبليفيكيشن، يبقى ايه ال 2 او 3. كالسيوم نيتريت، الكالسيوم بوزيتيف 2 النيتريت جروب بنيجاتيف 1 قلناها قبل كده، نقوم عاكسين تبقى سي اي والان او 3 كلها تاخد 2. سيلفر نيتريت، السيلفر اي جي بوزيتيف 1 النيتريت ان او 3 نيجاتيف 1 تبقى اي جي ان او 3. سيلفر كلورايد نفس الكلام، السيلفر بوزيتيف 1 والسي ال نيجاتيف 1 تبقى اي جي سي ال. يتهيألي كده احنا بقينا نعرف نكتب كومباوندز كويس قوي. هيدروكلوريك اسيد، اسيد يعني اوله اتش، كلوريك دي جايه من الكلوراين بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 يعني اتش سي ال. صوديوم كلورايد طبعا عارفينها من ابتدائي مش من اعدادي، الصوديوم بوزيتيف 1 ده الملح اللي بنحطه على الاكل، والسي ال بنيجاتيف 1 تبقى ان اي سي ال. تعالوا نحل بقى شويه كيميكال ايكويشنز كده ونشوف ازاي هنقدر نطلع البرودكت بتاعه. لو انا قلت مغنيسيوم ويز اكسجين، ادي يعني المغنيسيوم والاكسجين او 2 ما ننساش ان هو داي اتوميك. قلنا هنيجي على جنب، المغنيسيوم هيمسك مع الاكسجين، المغنيسيوم بوزيتيف 2 الاكسجين نيجاتيف 2 يروحوا مع بعض تبقى مغنيسيوم اوكسايد. طب البالانس، الاكسجين دخل 2 لازم يخرج 2، ما ينفعش العب في الارقام اللي تحت خلاص، يبقى هجيب من ده كله 2، بقى عندي 2 مغنيسيوم فهحط هنا كمان 2. يا جماعه ارقام البالانس ما بتتحفظش لان الايكويشنز اللي هتجيلك في الامتحان غير اللي موجوده عندك في المنهج، انت خلاص المفروض كبرت وبقيت تعرف تحل ايكويشنز لوحدك. كربون مع اكسجين، كربون سي الاكسجين او 2، طيب الكربون بوزيتيف 4 الاكسجين بنيجاتيف 2، اعكس ولا بنعمل سمبليفاي الاول؟ بنعمل سمبليفاي الاول ديفايدد باي 2 1 وهنا 2 ونعكس بعد السمبليفيكيشن يبقى سي او 2. وهنلاقيها ان الكربون دخل 1 خرج 1، الاكسجين دخل 2 خرج 2 تبقى بالانسد. امونيا ويز هيدروكلوريك اسيد، الامونيا اللي هي ان اتش 3، الهيدروكلوريك اسيد اللي هو اتش سي ال، ده على فكرة يا جماعة بيكون addition reaction يعني بيتحطوا على بعض بيدوني حاجة اسمها ammonium chloride، والأمونيوم اللي هي NH4 وده جروب بوزيتيف 1 والكلوراين CL بنيجاتيف 1، يعني على بعض هنحدي ال1 الناحية التانية مش فارقة بNH4 CL، وهنلاقيها برضو balanced، عدد الأتومز اللي داخل قد اللي خارج، في 3 اتش و اتش يبقى 4 وخرجوا 4، واحده سي ال واحده سي ال واحده نيتروجين واحده نيتروجين.
كربون مونوكسيد with أكسجين. كربون مونوكسيد مونو يعني واحد، يبقى CO بس مش CO2، with أكسجين هيدينا كربون داي أكسيد. ونركز بقى في البالانس، الأكسجين هنا دخل 3 وخرج لي هنا 2. لما تيجي تعمل بالانس لمصلحتك حاول تخلي الأرقام الأود تكون إيفن عشان تعرف تعمل بالانس بسهولة. يعني الثلاثة أكسجين دول خليهم لأربعة، يعني نحط هنا 2، الكربون بقت 2، حط لي هنا 2 عشان الكربون تبقى 2. تلاقي الكربون دخلت 2 خرجت 2، الأكسجين 2 هنا و 2 هنا بأربعة خرج 4. بوتاسيوم أيودايد with كلوراين، بوتاسيوم أيودايد مع كلوراين، الكلوراين Cl2 البوتاسيوم أيودايد Ki، عندنا الهالوجينز بتوعنا أو جروب 7A فلوراين كلوراين بروماين أيودايد. الأربعة دول دايما اللي فوق فيهم بيعمل ريبليس اللي تحتيه. طب انت عندك الكلوراين والايوداين، الكلوراين اعلى من الايوداين يبقى يقدر يعمل له ريبليس، يعني ده سيمبل سبستيتيوشن، يعني الكلوراين يحل محل الايوداين والايوداين يطرد بره. طب البوتاسيوم هيمسك مع الكلوراين، ده بوزيتيف 1 ده نيجاتيف 1 يعني كي سي ال، ومين اتطرد؟ الايودين. مونو اتوميك ولا داي اتوميك؟ داي اتوميك، يبقى اي 2. اظبط لي البالانس، الاي خرجت 2 وهنا واحده بس، احط هنا 2، البوتاسيوم بقى 2، احط هنا 2، السي ال بقت 2 وهي هنا مظبوطه. صوديوم with كلوراين يعني الان ايه مع السي ال كلوراين داي اتوميك، هتدينا صوديوم كلورايد، السي ال دخلت 2 نحط هنا 2، الصوديوم بقت 2 نحط هنا 2. يا رب يا جماعه احنا كده خلصنا، يا رب باذن الله تكونوا استفدتوا بالكلام اللي اتقال ده. الكلام ده يعتبر ريفيجن على اللي هنحتاجه من اعدادي عشان نقدر نخش اولى ثانوي اقوياء، ونقدر من اول كلمه في المنهج نبقى مجمعين وفاهمين اللي بيتقال. زي ما اتفقنا النظام الجديد معتمد على الفهم مش على الحفظ. يا رب تكونوا استفدتوا بالكلام ده، ونكمل الاجازه ان شاء الله تكون سعيده عليكم، وان شاء الله سنه دراسيه برضو تبقى كويسه وتعدي بسهوله، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق وكل الخير ليكم يا رب. شكرا يا جماعه.